تضامني، هذا موضوع مهم ومهم جدا، واليوم ينبغي أن يعني أن نعلم جميعا أنه يوفر أنه في العالم اليوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر بديلا ثالثا بعد القطاع العام والقطاع الخاص. البديل الثالث والبديل المعول عليه والبديل الواعد لخلق الثروة لإنتاج مناصب الشغل خاصة بالنسبة للشباب وبالنسبة للنساء والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بلدنا والحمد لله نتوفر على رصيد مهم من ناحية الثقافية، من ناحية القيمية نتوفر على خلفية ثقافية مهمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. طبعا نتوفر اليوم في الحصيلة 20,000 تعاونية، أكثر من 520,000 متعاون، رقم مهم، ولكن بالنسبة لي يمكن أن تكون لدينا أرقام أكثر، أن يرتفع يعني مرتفع. وطبعا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم أهم الإجراءات هو إخراج القانون 112 والتمديد، لأنك تعرفوا أنه كان مشكل في الأجال، اليوم أضفنا تمديد، وهذا التمديد بمقتضى الجمعيات والتعاونيات خاصة التعاونيات كيمكن لها يعني تشتغل وتلائم القوانين ديالها. كذلك هناك الاشتغال على القانون الإطار، القانون الإطار مهم، نتمنى أننا في بلادنا نوليو من الدول اللي عندها قانون إطار منظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شكرا. تعقيب سيد النائب. نائب طرحتم قضايا مهمة جدا، ولكن يكفي أن أشير أننا بصدد إعداد الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع، رؤية 2028، وهذه الرؤية بطبيعة الحال ستحمل العديد من المحاور لكلها ستصب في مزيد من تقوية